اولا وقبل كل شيء كنبغي نشكر قناه الفجر اللي دائما في الحدث، وكما كتشوف المقابله مرات في مراحل متقطعه. بالنسبه للشوط الاول كان تكتيكي اكثر، وكان الهدف تسجل علينا، هدفين تسجلوا علينا، ولكن قدرنا ان نتداركوا الموقف في الشوط الثاني، مع العلم انك كتعرف ان المباراه اللي كتكون بين فريقين ديال القنيطره كيكونوا مباريات فيهم نديه وفيهم حساسيه، وكما كتشوف ما كناش بغينا المقابله تسالي بحال هكا، سالت شويه فيها جدالات مع الحكم، ولكن ان شاء الله مع الوقت ولا هادشي غادي تيتقاد. وكنبغي نشكر قناه الفجر وكنشكرهم على هذا الموقف هذا اللي خدموا معنا فيه، واللي كيبغيو يوصلوا الصوره والصوت والمقابله ديال الفريق. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كنبغي نشكر قناه الفجر على التغطيه هذه اللي كيديروا لنا القناه من داخل القاعه. بالنسبه للمباراه ديال اليوم، انتم كيف كتعرفوا الديربي هكا كيدوز ديما مشحون، ديما صداعات. الحمد لله كنا تقدمنا في الشوط الاول نتيجه ديال 2-0، حاولنا ما امكن اننا نحافظوا عليها ونزيدوا باش الماتش يدوز مرتاح. الخصم كان عنيد وكان شويه مع الديربيات هما هادو. رجعوا في المقابله الكره هي هذه، لا بالعكس ما عندهاش كاع علاقه. احنا الماتش الاول كان عندنا فيه مشكل اللي ديال الاوراق اللي حنا استأنفنا في الجامعه، ان شاء الله المقابله واحد 90% غادي تلعب، هي اللي كانت خلاتنا اننا بحال الدراري مورالمون مشى لهم. الماتش الثاني بحال يلاه بدينا كنلعبوا، حصلنا فيه 4-0. هذا الماتش هذا الحمد لله الدراري عرفوا بانهم داروا اغلاط في الماتش اللي فات، صححناهم، وان شاء الله المقابله الجايه غتكون دينامو ان شاء الله كيف ما عاودتوها السنين اللي فاتت، ونتمناو على الخير. الكاس ان شاء الله كنتمناو ما امكن اننا نوصل النهائي. السلام عليكم والصحة والراحة للفريق دينامو. الحمد لله اليوم كان الدراري تبارك الله عليهم في المستوى، أنا غير درت خدمتي عاونتهم شوية الحمد لله، وجاب الله التيسير وما هبطناش يدينا، حنا مأمنين بأنه راه غادي نجيبوا التعادل وجاب الله التعادل. كنا نتمناو أننا نفوزوا، ولكن الحمد لله على كل حال. الأهداف إن شاء الله غنلعبوا على الكأس إن شاء الله، لأنهم مازال كاينين انتداب جداد إن شاء الله. كاين سفيان أبو جدار جبنا عاوتاني من خبازة، وكاين شي مفاجاه اخرى ان شاء الله، لان ان شاء الله هذا العام الرئيس راه وعدنا بانه غنلعبوا على جميع الالقاب، الكاس والبطوله، نفسوا على البطوله ولعبوا على الكاس ان شاء الله. شكرا تبارك الله عليكم، وكنحييكم لانكم ديما واقفين معنا، وانتم اللي كتشجعونا باش نزيدوا لقدام، وتحيه كبيره لكم.